مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العباد الاثنين إن العملية العسكرية الجارية في مدينة كركوك الغنية بالنفط هي واجب دستوري لبسط سلطة الحكومة الاتحادية، مطمئنا سكان المدينة بالتزامن مع نزوح الآلاف من المدينة جراء قصف متبادل بين القوات العراقية والبشمركة. وكانت القوات العراقية سيطرت في وقت سابق الاثنين والأحد على مناطق شاسعة في محيط مدينة كركوك الغنية بالنفط شمالي العراق، بما فيها منشآت عسكرية وأخرى نفطية، وذلك بعد اشتباكات مع مسلحين من البشمركة. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين على 3 أحياء في مدينة الرقة شمالي شرقي سوريا بعد اشتباكات مع أفراد تنظيم داعش 300 الرافضين للاستسلام ضمن المرحلة الأخيرة من معركتها للسيطرة على المدينة. وقالت الناطقة الرسمية لقوات غرفة عمليات غضب الفرات جيهان شيخ أحمد إن قواتهم سيطرت على أحياء المطحنة والمطار والأندلس وبدأت بتمشيط المدينة من 6 محاور. قالت هيئة إنقاذ الطفولة إن حوالي 400,000 طفل لا يزالون مشردين بعد معركة الموصل في العراق بعد عام من بدء الهجوم لاستعادة السيطرة عليها من يد تنظيم داعش. وقالت مديرة الهيئة في العراق إن توقف القتال في الموصل لا يعني أن الاحتياجات الإنسانية ليست ضخمة، وأضافت أن الأطفال يحتاجون للمساعدة الآن أكثر من أي وقت مضى. دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجيرات الإرهابية الدموية التي وقعت السبت في العاصمة الصومالية مقديشو وخلفت مئات القتلى والجرحى، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن وقوفها وتضامنها مع الحكومة الصومالية في مواجهة العنف والتطرف. لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وفقد أثر العشرات بعد غرق مركب كان يقل أفرادا من الروهينجا المسلمين من بورما إلى بنغلاديش اليوم، وتوفي حتى الآن نحو 200 شخص من الروهينجا في الأسابيع 6 الأخيرة خلال محاولتهم العبور إلى بنغلاديش على متن قوارب خشبية صغيرة ومتهالكة محملة بما يفوق قدرتها. أعلنت السلطات في فيتنام اليوم الاستعداد لمواجهة الإعصار خانون بعد الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 72 شخصا الأسبوع الماضي، وذكرت أنه تم تثبيت السدود وإصلاح الطرق التي تضررت بفعل الفيضانات وفق رويترز. هذا ومن المتوقع أن يضرب الإعصار مناطق وسط وشمال البلاد اعتبارا من اليوم في ظل توقعات بسقوط أمطار غزيرة. ووصف التلفزيون الحكومي الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي في فيتنام بأنها الأسوأ منذ سنوات. شكراً.